السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخواننا في كل مكان متابعين فكرة الحج الضوئي على مواقع التواصل الاجتماعي. النهاردة احنا في محافظة الغربية، طبعا بيسعدنا ويشرفنا ان احنا يكون متواجد معنا عمدة نجريج، العمدة ماهر، عمدة نجريج بلد النجم محمد صلاح. تحياتي ليك يا عمدة. اهلا وسهلا معاك ضوي، سعيد جدا جدا ان انا اعرفك طبعا النهارده، يعني كان يوم جميل جدا احنا قضينا مع بعض، وان شاء الله نتكرر الزياره باذن الله ان شاء الله. طبعا انا اول حاجه يعني كانت مفاجاه لي اني انا يعني ان تكون متابعه لفكره الحج الضوي، يعني أنا وصلت الغربيه. لا لا لا، انا متابعه فعلا من زمان وسعيد جدا جدا بالفكره، فكره جميله. ويمكن يعني بمجرد الحاج محمود ما كلمني انا بصراحه انا اللي تمنيت ان انا ممكن اقابلك ونقعد مع بعض ونتكلم. لا ده شرف كبير لنا وحاجه تشرفنا طبعا. طبعا عمده، يعني يمكن احنا دلوقتي قريه نجريج طبعا منها النجم محمد صلاح. طبعا انت يعني عايزك تحكي لي يعني عن مشوار محمد صلاح، يمكن في ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه مشوار محمد صلاح من البدايه، او ازاي بدا، او ازاي يعني انت ايه اللي شايفه يعني كنت قبل محمد صلاح، قبل الاحتراف وقبل ما يلعب في المقاولون وقبل ما يروح سويسرا، يعني احكي لنا عن الموضوع ده شويه. باش ناخدها لما نقطه نتكلم عن بدايات محمد صلاح ومن طفولته وكده. محمد صلاح ولد في اسره كلها رياضيه. والده كان لاعب كوره، عمه كان لاعب كوره، خاله كان لاعب كوره، وبالتالي كان عنده جينات الرياضة أو من جينات في لعب الكورة، كانت يعني عنده إحساس والده كان عنده إحساس إن ابنه هيبقى حاجة. فعلا جرى وراه كتير وسافر المحلة وسافر طنطا وراح في أكتر من مكان علشان محمد يعني ربنا يوفقه كده، لحد ما الصدفة جابت حاجة جميلة جدا بالنسبة للحاج صلاح ومحمد. في كشاف اسمه رضا الملاح كان جاي البلد على أساس إن هو يشوف لعيب في البلد اسمه شريف. نجريك شويه يمكن ولاده، وحتى عندنا في الانديه دلوقتي حوالي يمكن 10 15 لاعب في انديه مصر المختلفه كلها، ومنهم حتى الباك ليفت بتاع المقاولين الكابتن ابو هاب اسماعيل وكده، ومجموعات كبيره. فحب يشوف شريف، فقال له ممكن شريف تجمع مجموعه من زمايلك علشان نشوفك كده تقسيمه تقسيمه. فكان منهم مين؟ محمد موجود. صدفه. موجود لعب معاهم. ف مباشرة تفكير الكابتن رضا ملاح اتجه مباشرة على مين؟ على محمد صلاح. لما شاف اداؤه وشاف لمسه فقال له كابتن محمد انت ممكن تيجي تلعب معانا في طنطا؟ فرد قال له ماشي بس قول البطل. فعلا راح للحاج صلاح، فالحاج صلاح قال له ماشي انا ما عنديش مشكله روح طنطا. خدوا الكابتن رضا ملاح وراح طنطا، راح نادي طنطا اللي هو بيلعب في الدوري الممتاز في الوقت الحالي، نادي طنطا الحالي. نادي طنطا للاسف الشديد، ودي مشكله برضو عندنا في الانديه، ان بعض المدربين يعني ما بيبقوش مهتمين باللعيب اللي بينزل يتمرن او يشوفوه على الطبيعه، فالبعض ما خدش باله من محمد بشكل يعني ايه كلاعب كويس. فالكابتن رضا فزعل، الكابتن رضا قال ازاي يعني انتوا ما حدش اهتم وما حدش شاف الكابتن محمد لعيب كويس وكده. قال له خلاص يا محمد تعالى، وتم واخده سايب نادي طنطا ورايح نادي، عندنا نادي فرع من فروع المقاولين العرب اسمه نادي عثمصون او مقاولين طنطا ده في الغربيه، في طنطا برضه عندنا. بالفعل خدوا راح على نادي المقاولين، كان في تمرين وكان ماسك التمرين ده الكابتن اسمه فرج الصعيدي، كان مدرب المرحله السنيه دي. فبيقول لك فرج الصعيدي يعني حتى صديقي فرج، كابتن فرج بيقول لي انا لقيت محمد وهو واقف على الخط في كوره طلعت بره. فلما طلعت بره فجت في اتجاه محمد، فمحمد ثبت الكوره بطريقه مهاريه بشكل جميل جدا يعني مباشره ملفتة للنظر، ملفتة للنظر. وعجبت الكابتن، فقال الكابتن على طول قال لك ده مش ممكن يكون لعيب عادي، لا ده لعيب فعلا عنده امكانيات وعنده مهاره وعنده. فقال لي قال للكابتن رضا الملاح قبل ما ينزل الملعب وهو لسه بلبسه، قال انه محتاج اللاعب ده. قال له خلاص وانا جايبه لك. طب هو حضرتك فترة انتقاله من يعني من طنطا لنادي المقاولين او المقاولون العرب جات ازاي؟ يعني هو يعني زي ما قلت لحضرتك خلاص هو اصبح بقى في نادي المقاولين في طنطا، لعب في المراحل السنية كان عنده 14 سنة،
قعد 6 شهور في نادي طنطا، وبعدين في نادي المقاولين في القاهره بيعملوا يوم رياضي للثلاث قطاعات، قطاع الصعيد في بني سويف، وقطاع بحري في طنطا، وقطاع القنال في الاسماعيليه، مش الاسماعيليه في الاسماعيليه او في الشرقيه على ما اظن. ف في اليوم ده الكابتن ريو اللي هو كان مسؤول القطاع الناشئين في المقاولين العرب في القاهره، ما اعجبش غير بمحمد صلاح في الفتره دي، كان عنده 14 سنه ونص في الفتره دي. ما بحكي لنا برضه عشان احنا برضه في الصعيد يعني في ناس، طبعا محمد صلاح ليه طبعا جمهور كبير عندنا واحنا بنحبه على المستوى الشخصي والمستوى الرياضي برضه. عايزين نعرف يعني هو لما بيجي القريه عندكم مثلا بيجي زياره بيتعامل ازاي مع الناس، يعني كنجم كبير بيتعامل ازاي مع اهل القريه؟ هل بيطلع يتمشى في القريه يقابل الناس اصحابه، يقعد مع الناس اصحابه اللي كانوا معاه وقت الدراسه، جيرانه وكده؟ يمكن الكلمه دي انا قلتها دايما، كنت بقولها بقول محمد صلاح اجمل حاجه كان بيحبها بعد الموسم الشاق بتاع دوري اوروبا، سواء كان في بازل او في تشيلسي او في فيورنتينا او في روما قبل ليفربول، كانت سعادته ان هو ينزل البلد في اجازه نص السنه، اجازه نهايه الموسم، ويقابل كل اهل القريه. يحب يصلي في المسجد ده شويه ويروح المسجد الثاني عشان يقابل اكتر عدد من اهل القريه، يقابل الشباب الصغير يقعد معاهم، يقعد على الكافتيريا، يتفرج على الدورات الرمضانيه، يوزع جوائز، وكان حضرنا مع بعض توزيع جوائز دورات رمضانيه كتيره، وكانت عاده عنده كان دائما لازم يعمل فطار رمضان مجمع بشكل كبير جدا لاهل القريه والقرى المجاوره وبعض الاحباب. فمحمد صلاح اجمل شيء كان بينتظره من السنه للسنه موضوع انه ينزل القريه، سعادته وفرحته في انه ينزل القريه في البلد، فهو ما زال مرتبط باهل القريه. لكن مع السنتين الاخرى اللي هو بتاع كاس بعد ما وصل في ليفربول واصبح هداف الدوري الانجليزي وافضل لاعب في الدوري الانجليزي وافضل لاعب في الدوري في افريقيا سنتين متتاليتين، بدا يبقى فيه الاسم يسمع بشكل كبير جدا. عشان كده محمد لما بينزل البلد نزلها مره واحده في العيد، وللاسف ما قدرش يقعد لان العدد كان في ضغوط محبين الفرز بتاعه يعني، كان عدد كبير. يمكن شفنا قبل كده برضو انه كانت في ضغوط عليه برضو من الناس ومن الجمهور وكده، في لان الاعداد الناس كلها وجماهيره طبعا لها حق عليه ان هي عاوزه تشوفه وتفرح بيه وتتصور معاه وكده، لكن العدد ما حدش قادر يتصور العدد، صعب جدا انك تطلع يعني، محتاج يعني وقت طويل جدا انك تقعد طول النهار والليل علشان تتصور مع العدد. يمكن يا عم ده يمكن احنا دايما بنقول يمكن الثقافه برضه بتختلف ثقافه الجمهور عن اوروبا يعني، وده دليل على في تنظيم بالظبط. لا مش تنظيمه بس، واحترام لخصوصيه النجم او اللاعب او هو لما بيقعد في انجلترا برغم ان هو يعتبر يعني نجم شباك هناك وافضل لاعب في انجلترا زي ما قلنا في 2017 و18، الناس هناك لو ماشيه في الشارع بيستأذنوه، ممكن صوره ويتصور، لكن عندنا الناس يعني محمد ده ابنهم، محمد ده اخوهم، محمد ده حبيبهم، فبالتالي اللي عاوز يصور عاوز يبوس ويحضن ويقعد ويصور مره واثنين وثلاثه واربعه، فبالتالي ما بيديش فرصه للتاني، فبيبقى فيه تكدس غير عادي. فهنا محمد يعني ما بيقدرش يقعد مع عدد كبير جدا في بحكم بقى الثقافه زي ما قلت لحضرتك، ثقافه التعامل ثقافه التعامل مع المشاهير بالظبط كده. احنا بنشكرك يا عمده، وان شاء الله كده نزور القريه اللي منها النجم محمد صلاح، طبعا ده يعني نجم كبير كل الناس طبعا بتحبه، وانا على المستوى الشخصي يعني بنتابع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح. يمكن احنا كنا بنتابع روما، وبعد محمد صلاح ما انتقل لليفربول بقينا برضه لو راح تشيلسي او راح برشلونه برضه هنتابع النادي بيلعب فيه. كانت في موقف طريف كده كنت دايما اقول محمد صلاح اصبح كالبوصله، اينما توجهت البوصله توجه الشعب المصري. يعني لعب في بازل، مصر كلها اتفرجت على الدوري السويسري وبقى كلها بتحب الدوري السويسري وكانت بتشجع فريق بازل. نزل تشيلسي كلنا بقينا وشفت كانوا بيتعاملوا زي مع مورينيو، ولعب محمد يا مورينيو ولو كلام من راح دايما من الملعب. الناس فعلا بتحب محمد بشكل، وبعدين انا يمكن انا قلت كلمه قبل كده، قلت محمد مش مجرد لعيب كوره، محمد حاله انسانيه متفرده او سفير. لا هو محمد حاله انسانيه متفرده، والدليل على كده هل محمد مش افضل لاعب كوره في مصر كلها، ولكن محمد حاله انسانيه مختلفه عن كل الناس. وبالتالي لا ابسط دليل لما تلاقي طفل عنده 5 سنين يفهم ايه في كره القدم،
ما يفهمش. لما تلاقي معلش واحده ست كبيره عندها 60 سنه 70 سنه وبتحب محمد، ناس ما بتلعبش ما لهاش في الكوره خالص وبتحب محمد، فدي حاله انسانيه، حاله انسان او قبول من عند الله، قبول من عند الله. فالقضيه ان فعلا الناس كلها بتحبه بشكل يعني، لانه محمد برضو بالتحديد بالتاكيد يعني شاب محترم قوي، متدين، بيحب الناس، متواضع، متواضع، بسيط حقيقي. لما تعرفه عن قربه لا هتشوف حد مختلف تماما عن كمان من في دماغك. محمد حاله جميله جدا بالنسبه لاهل القريه، وده بيشرفنا وبيسعدنا طبعا ان محمد يكون ابن قريتنا. ومحمد يعني اعتقد له الفضل الكبير ان هو سمع باسم القريه بشكل كبير جدا في العالميه، ايام كان بقى القريه عندنا في نجريب بقت قبله للاعلام الاوروبي والاعلام جميع اعلام العالم، يعني سواء اوروبا او امريكا او اسيا او اي مكان في العالم. محمد النهارده اصبح نجريب معروفة عالميا بشكل كبير جدا بفضل محمد يعني. ان شاء الله. ولما يجي وتقابله يا عمده يعني وعد خليه يتابع قناه الحاج ضو. انا اصلا لما الحاج محمود بيكلمني انا متابع لقناه الحاج ضو فعلا. وانا كنت سعيد جدا، بس انا النهارده يعني فوجئت بالحاج ضو المختلف، الحاج ضو الاوروبي الاوروبي مش الحاج ضو الصعيد. وان كان انا طبعا يعني سعيد جدا بيك، وزي انت ما بتقول ان انت يعني بتتابع محمد مبسوط، احنا كمان بنتابعك واحنا مبسوطين بيك وبنحب نسمع لك كل فيديوهاتك. وطبعا كمان اهل الصعيد كمان لهم حاجه جوانا في حب كده، وبالذات اهل الاقصر واسوان، انا عندي بالتحديد لان رحت كتير هناك، ناس طيبه جدا وناس حلوه جدا، واحنا اكيد بنحبكم كلنا. يعني في رساله بس حضرتك، يعني ممكن الكابتن محمد صلاح على اساس انك انت يعني موجود معاي في الـ في الـ في الفيديو او في مقطع الفيديو ده على قناتي، على اساس اكيد انت في علاقتك مع محمد طبعا، انت يعني اكيد علاقه قويه، ممكن يوصل الرساله دي، رساله اهل الصعيد من خلال الحاج الضوي للكابتن محمد صلاح. احنا عندنا مستشفى اسمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام السرطانيه في الصعيد، دي مستشفى واحده بتخدم كل اهل الصعيد. احنا من خلال الفيديو ده عمده، ومن خلال برضو توجه رساله يعني توصل رسالتنا للكابتن محمد صلاح في اقرب فرصه، انه احنا عايزين يدعم المستشفى ويجي بس يزور المستشفى، لانه القصه دي ناس كتيرة بتحكي عليها في الصعيد، ولازم نجم زي محمد صلاح كبير يزور المستشفى دي لانها بتخدم كل الناس بالمجان في الصعيد. دي رسالتنا ان شاء الله بنقدر نوصلها. ولكن اللي انا عايز اقوله ان محمد بيحب الخير دايما، بيعمل حاجات اكيد، ولكن هي كل المشكله الوقت عنده زي ما انت شايف. احنا بنقول في اقرب فرصه يعني. ان شاء الله لو في فرصه باذن الله نتكلم، يكون ان شاء الله هيكون فيها لقاء باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليك يا عمده، وتحياتي لكل اهلنا في الغربيه. بنشكر مستر محمود، وبنشكر اخونا محمد عفيفي، وبنشكر اخونا سيد واخونا محمد. ربنا يكرمكم، والف شكر ليكم، وتحياتي ليكم جميعا. اهلا وسهلا بيكم، انت شرفتنا وشرفت الغربيه وشرفت بحري كله، واحنا فعلا لاهل الصعيد معزه خاصه في قلوبنا، واحنا بنحبكم جدا جدا، وبنحب بلدكم كمان بشكل كبير. شرفتونا ونورتونا في الغربيه.